احمد عندك رقم مميز ايضا لمحمد شريف. محمد شريف طبعا ده يمكن ده كان ابرز رقم السنه دي، ان محمد شريف كسر رقم ما حصلش من سنه 74 75 ان واحد ياخد هداف الدوري ويعدي 20 هدف. دي ما حصلتش من ايام كابتن حسن الشاذلي موسم 74 75. يعني كابتن عبد الحليم علي مثلا سجل في 2003 2004 20 هدف، حسام باولو سجل برضو 20 هدف في 2014 2015. برضو قدامنا الارقام على الشاشه دي، الاكثر تهديفا للنادي الاهلي في الدوري في موسم واحد عبر التاريخ محمد شريف رقم 2، كابتن محمود الخطيب رقم 1 موسم 74 75 مسجل 23 هدف، يليه محمد شريف 21 هدف الموسم ده، كابتن طه اسماعيل موسم 62 63 20 هدف، بعد كده كابتن احمد بلال 2002 2003 20 هدف، بعد كده كابتن محمد ابو تريكه 2005 2006 18 هدف، بعد كده وليد ازارو 2017 2018 18 هدف، بعد كده فلافيو، بعد كده عماد متعب. اذا محمد شريف يعني عماد متعب على كل الاجوان اللي جابها دي وما جابش هو عماد متعب هو جاب 40 جول. عماد متعب كان بيجيب مثلا 16 15 كل موسم، لكن حته ان هو كان بيعدي مثلا 18 في الدوري لا. رقم واحد طبعا كابتن الخطيب، رقم اثنين محمد شريف اللي بيقدم موسم استثنائي، وزي ما قلت لحضرتك كسر رقم ما حصلش من سنه 74 75 ان حد يعدي 20 هدف كهداف للدوري، وده رقم بصراحه يحسب غير الاهداف الملغيه. طبعا غير الاهداف الملغيه كان زمانته دلوقتي كان زمانته دلوقتي 25 جون. طيب ده اذا رقم مهم جدا في هذا الموسم. على الجانب الاخر بقى ثابت برضو عايز اعرف اهم المكاسب الماديه يمكن نكسبها النادي الاهلي خلال هذا الموسم، دي نقطه مهمه جدا الماديه ومهمه جدا الماديه. يعني ما فيش حد دايما بيتكلم في النقطه دي، نقطه الارباح اللي السنه دي النادي الاهلي عملها في فرقه الكوره. عايز اقول لحضرتك ان الارباح او مكاسب النادي الاهلي، وده دليل على الاداره الشاطره ولجنه الكوره الشاطره او لجنه التخطيط الشاطره، مكاسب النادي الاهلي معديه ال 10 مليون دولار. ال 10 مليون دولار ازاي؟ تعالى ده في السنه دي بس. اول حاجه يوم 27 نوفمبر 2020 دوري ابطال افريقيا خدت فيه كام؟ 2.5 مليون دولار. 27 نوفمبر ده يوم حلو. 2.5 مليون دولار بطل دوري ابطال افريقيا بياخد 2.5 مليون دولار. بعد كده يوم 17 يوليو قدام كايزر تشيفز ادي 2.5 مليون دولار، ادي 5 مليون دولار، ادي 5 مليون دولار باثنين دوري ابطال افريقيا. برونزيه كاس العالم يوم 11 فبراير 2021 2.5 مليون دولار تانيين، ادي 7.5. بعد كده 28 مايو 2021 السوبر الافريقي بتاخد 200 الف دولار، حلو ده قدام نهضه بركان 7700. بعد كده عندك 5 ديسمبر 2020 بطوله كاس مصر، كاس مصر بيبقى عليها عائد مادي لكن الدوري لا. ده بناء على اتحاد الكوره، كاس مصر بتاخد 1.5 مليون، حلو، لان الارباح كل الحقوق ازاي ب1.5 مليون؟ 1.5 مليون مصري بس. ده بس البطولات، يعني ده ده الارباح البطولات، لكن بقى غير الاعارات. يعني انت عيرت احمد ياسر ريان ب 300 الف دولار، عيرت باجي مرتين في السنه دي، مره الانكره التركي ب 250 الف يورو ومره الاميان الفرنسي ب 450 الف دولار. برضه في فلوس على النجم الساحلي وكولوبالي في قضيه كولوبالي واتحكم فيها حكم نهائي للنادي الاهلي ب1.4 مليون دولار. فانت لو جمعت كل الارباح دي في سنه واحده بس هتلاقي النادي الاهلي ارباحه معديه ال 10 مليون دولار. يعني ده دليل بسم الله ما شاء الله ان دي اداره شاطره مش محتاجه لا دعم، عشان كده عارف يجيب فلان صفقات بيجيب صفقات ومش محتاجين بقى لا دعم من بره ولا حد يسندنا ولا الكلام ده. النادي الاهلي دايما عنده اداره شاطره، دي شطاره الاداره ان انت شوف الارباح اللي انت عاملها فرحت انت بقى بتجيب الصفقات، مش مستني حد يجيب لك صفقات. لا وانت عندك برضو صفقه زي اليو ديانج انت جبته بمليون دولار اعتقد 900 الف دولار او ب 900 الف دولار، دلوقتي في 6.7 مليون دولار. وعلى الرغم من 6.5 نعم انت رفضت من جلطه سراي 6.5 6.5 رسمي على الاقل صحيح، عايزين 8 فيه. كان اوريدي جاي لك عرض من الدوري الالماني في شهر يناير، بس طبعا كان مستحيل ان هو يمشي في يناير، كان فيه التزامات في دوري الابطال، وكان العرض في شهر يناير كان معروض 7 للنادي الاهلي ساعتها، كان طبعا يعني بعيد عن الفلوس ما ينفعش. في الصيف جالاتا سراي عرض ماكسيموم 6.5 انت رفضت، وبالجانب ده بقى كله يا كابتن اسلام عقد الرعايه نفسه، ما طبعا البطولات بيحققها النادي الاهلي والبراند بتاع النادي الاهلي لما بيعلى النادي الاهلي بيعلي عقد الرعايه بتاعه، بدل ما هو النهارده بيطلب مثلا يعني 100 مليون جنيه بيطلب 300 مليون جنيه.